قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بس يا صديقي قبل ما نبدأ المسلسل في حاجة لازم تعرفها، وهي ان المسلسل ده بيدور في عالم خيالي جدا، في مستثقبين وصحراء وحاجات كتير زي كده، والناس في المسلسل هنا متعايشة عادي جدا معاه. فلما اذكر اي حاجة غريبة جدا في النص كده ما تستغربش، عادي. ودلوقتي ندخل على المسلسل. بيبدأ المسلسل في مدرسة نانسي ريجن الثانوية، وبنشوف هناك بنت شكلها غريب كده اسمها وينزداي، وعادي جدا بتفضل ماشية في المدرسة وكل الطلاب بيتنمروا عليها، لكنها مش بتهتم وبتكمل طريقها عادي جدا، وبتوصل للخزنة بتاعتها فبتفتحها بيقع منها اخوها باجلسي لانه كان مربوط فيها. بتفكه وبتسأله مين عمل فيه كده، لكنه مش بيلحق يقول لها اي حاجة لانها فجأة كده بتشوف رؤية غريبة من خلالها عرفت مين اللي ضربوا اخوها وربطوه. فبتقول له استناني هنا، وبتتكلم مع نفسها شوية وبتقول اكيد لو قلت له اني شفت رؤية وعرفت منها كل اللي حصل له مش هيصدقني، لكني بشوف رؤية كتير اليومين دول ومش بقدر اتحكم فيها نهائيا لانها فجأة بتحصل لي. مثلا بتخلص وينزداي كلام مع نفسها وبتروح حمام السباحة للشباب اللي ربطوا اخوها، وبتطلع شنطتين فيهم سمك وبترميهم في المية. فبيفضلوا الشباب يعوموا ويهربوا من السمك لحد ما سمكة بتعض واحد من الشباب، وبالتالي بسبب الحادثة دي بتترفد وينزداي من المدرسة. بعد فترة من كل ده بنلاقي وينزداي مع ابوها وامها تيش في العربية، وبنعرف كمان هنا انهم حاليا هيودوها النهاردة اكاديمية نيفرمور تكمل فيها التعليم، وده غصب عنها على فكرة لانها مش عاوزة تروح هناك، لكن امها وابوها بيخصبوها لانها مرفوضة وملهاش حق ان هي تختار اي حاجة. في اللحظة دي قالت لها امها ان المدرسة دي مناسبة جدا، وحتى انها اتعرفت فيها زمان على ابو وينزداي انهم كانوا مع بعض في نفس المدرسة. عامة بيوصلوا للمدرسة وبيقابلوا مديرة ويمز واللي هي بالمناسبة صاحبة تيش ام وينزداي، وكانوا بيدرسوا مع بعض في نفس المدرسة. المهم يعني بتعرفهم ويمز انهم مش بيقبلوا اي حد كده في نص الدراسة وخلاص، لكن ويمز بتعرفهم برضو انها هتقبلها عشان خاطر تيش، وهتقعدها كمان في جناح المدرسة واللي اسمه جناح اوفيليا. بتاخدهم وبيروحوا للجناح ده، وبتكون هناك في طالبة اسمها ايند هتكون شريكة وينزداي في نفس الأوضة اللي هتعيش فيها. فبتتعرف على وينزداي وبتاخدها تفرجها على المدرسة، وبيفضلوا كده يلفوا في المدرسة طول اليوم، وبتفضل ايند تتكلم عن حاجات كتير جدا، منها ان المدرسة من سنة 1791 وهي معمولة مخصوص للناس الغريبة والمنبوذين من المجتمع زي وينزداي وامثالها كده. فمثلا في الوقت ده بيوصلوا للساحة وبيكونوا هناك في طلاب كتير جدا، فبتعرفها ايند على كل الطلاب منهم بقى مصاص الدماء والمستذئب وحريات البحر وغيرهم كتير جدا من الاجناس المختلفة. المهم في الوقت ده بتكون عيلة وينزداي خلاص ماشية، فبتروح وينزداي تودعهم. لما بتركب تيش الام العربية بتكون قلقانة شوية على بنتها، فبيهديها جوزها وبيعرفها انه مش هيسيبها برضه لوحدها كده عادي جدا، لا ده هيراقبها من بعيد لبعيد. وفجأة بيدوس على زرار فبتنزل من العربية ايد غريبة وبتفضل تمشي لوحدها، وبتكون الايد دي هي اللي هتراقب وينزداي من بعيد. بنروح بقى لغابة قريبة من المدرسة، بنشوف هناك شاب كده بيوصل هناك وبيخيم عادي جدا، لكن فجأة بتهجم عليه حاجة مش بنشوفها وبتقتله. وبعد شوية بيوصلوا المأمور ومعاه المساعدة بتاعته، وبيلاقوا الشاب ده وبتكون جثته متقطعة حتت. وقتها بيتكلم المأمور والمساعدة، وبنعرف من كلامهم ان دي مش أول جريمة تحصل بالشكل ده، بل دي تقريبا تالت جريمة، وبالتالي بيكون المأمور شاكك شوية ان اللي بيحصل ده ليه علاقة بمدرسة نيفرمور، لكنه يعني في المجمل لسه ما مسكش أي دليل عليهم. فبيعرف المساعدة انهم يقولوا دلوقتي حاليا للكل ان دوبك دوب هو اللي عمل كده لحد ما يعرفوا الحقيقة. تاني يوم بتروح وينزداي على قاعة تدريب المبارزة، وهناك بتشوف بيانكا ودي من حريات البحر، وبتكون بتبارز حاليا روان وده برضو طالب ضعيف معاهم في المدرسة هنا وغلبان جدا، فبيصعب على وينزداي شوية وبتدخل تطلب من بيانكا تبارزها مكانه، فبتوافق وبيبارزوا بعض وبتفوز بيانكا وبتعور وينزداي، وبالتالي بتروح للعيادة. وده بيجي لها روان وبشكرها جدا انها دفعت عنه، فمش بتهتم اصلا بيه وبتسيبه وبتمشي. وفي طريقها في حجر كده بيكون هيقع عليها، بسرعة بيجي طالب من المدرسة اسمه جزافير وبيلحقها. بعدها بيوديها اوضتها وبيقولها انه يعرفها، وبيفضل يفكرها فيه ويفضل يفكرها كتير كتير كتير. وبنعرف كده ان زمان كانت وينزداي انقذته قبل كده من الموت بشكل ما مش مهم نعرفه، والمهم يعني دلوقتي ان عشان كده عمره هو ما نسيها. مثلا بيطمن عليها وبيسيبها وبيمشي. وفي الليل بتكون وينزداي عادي جدا قاعدة بتكتب على آلة الكتابة، وبتكون بتكتب روايتها او بمعنى ادق رابع رواية ليها، لانها بتكتب روايات حلوة جدا من زمان عن محقق كده اسمها الافعى السوداء. المهم انه وهي بتكتب بتسمع صوت، وبيكون الصوت ده من الايد بتاعت ابوها اللي بتراقبها، فبتقدر تلاقيها وينزداي وبتكون عارفاها واسمها كمان سينج. وقتها بتقول لها انا عارفة ان اهلي هما اللي بعتوكي هنا تراقبيني، فايه رايك اقصى صوابعك كلها ولا تشتغل لحسابي؟ فطبعا بتوافق الايد تشتغل لحسابها.
وتاني يوم بتروح ويلز دايما ويمز على جيريكو، ودي المدينة اللي المدرسة جزء منها، والعلم كل اهل المدينة بيكرهوا المدرسة جدا جدا وكل اللي فيها. ما انا بقولك كل اللي فيها غريبين جدا وشبه منبوذين. مهم ان ويمز بتكون جايباها البيت دكتورة هناك نفسية، ودور الدكتورة هنا تقيمة، لان زي ما شفنا ويلز داي عنيفة شوية وغريبة حبتين. فبتدخل تقابل الدكتورة فالفري وبيفضلوا يتكلموا لحد ما تطلب ويلز داي بنفسها تدخل الحمام. فاول ما بتدخل بتفتح الشباك وبتهرب من البيت، وبتفضل تمشي في المدينه كتير، وفي سكتها بتخبط في راجل بيحمل عربيته، وهوب بدون مقدمات بتشوف رؤيه ليه، وبتشوف انه هيموت في حادثه بالعربيه بعد شويه. مش بتهتم على فكره وبتكمل طريقها عادي جدا لحد ما بتدخل لكافيه كده كان موجود في المدينه، وهناك بتقابل تايلر شاب من المدينه برضو وشغال في الكافيه ده. بيعرفها تايلر بنفسه وهي بتطلب منه قهوه، لكنه بيعرفها ان للاسف المكنه بتاعت القهوه بايظه، فبتساعده ويلز داي وبتصلح له المكنه دي وبتبقى زي الفل. بيشكرها تايلر جدا، لكنها بتقول له بدل ما تشكرني كده يا شيخ وصلني لمحطه القطر لان عاوز اهرب عشان خاطر في مشاكل كتير عندي. فبيوافق عشان يرد لها الجميل، وبيطلب منها تستناه لمده ساعه بس مش اكتر لحد ما يجي ميعاد مروح. ففعلا بتعمل كده، بس وهي مستنيه بيدخلوا ثلاث شباب من المدينه وبيتنمروا عليها لانها طبعا من مدرسه نيفرمور واللي يعني سمعتها سابقه، فبيكون ردها مؤدب جدا الصراحه وبتضربهم. في اللحظه دي دخل عليهم المامور جالبن، وبنعرف انه اصلا ابو تايلر، لكنه قبل ما يعمل اي حاجه بتوصل المديره ويمز واللي كانت بتدور بالمناسبه لغايه دلوقتي على ويلز داي. والمهم يعني ان ويمز بتعتذر لجالبن وبتعرفه على ويلز داي، لكن المامور بيستغرب شويه ان اسم عائله ويلز داي هو ادمز، وبيسال ويلز داي هو انت بنت جوميز ادمز؟ فبتقول له اه ده ابويا. فبيعرفه ان هو استغرب لان ابوها كان متهم زمان في جريمه قتل بشعه شويه لما كان طالب في نيفرمور، وبيعرفها كمان ان هو حاليا هيراقبها وهيزعلها جدا لو فكرت تعمل في يوم من الايام حاجه زي ابوها. وعامه يعني بتاخدها ويمز وبيمشوا، لكن في السكه بتسالها ويلز داي عن قضيه ابوها، فويمز بتقول لها معرفش. بس فجاه وهم ماشيين كده يا صديقي بيلاقوا فجاه زحمه في المكان، وبتكون دي على فكره حادثه، والحادثه دي هي حادثه الراجل اللي شافت ويلز داي من شويه وشافت انه هيموت او فعلا حاليا عمل الحادثه ومات. فبنعرف كده انها عادي جدا بتشوف رؤى المستقبل وبتتحقق زي برضو ما بتشوف رؤى الماضي لما عرفت مين اللي ربط اخوها، لكن بما انها ما تعرفش ليه بيحصل لها الكلام ده كله فمش بتهتم وبيرجعوا للمدرسه. بمناسبه المدرسه فتعالى نبص على روان، لانه بيكون هناك في مكتبه المدرسه، وبنعرف هنا قوته الكبيره وهي تحريك الحاجات ذهنيا، لانه بيمد ايده كده باتجاه كتاب فالكتاب بيتحرك وبيجيله وبيقطع منه روان ورقه. وخليك فاكر الكتاب ده كويس جدا والورقه لقدام لاننا محتاجينها جدا. على الناحيه التانيه بقى بنشوف تايلر وهو بيدور في الملفات بتاعت ابوه لحد ما بيلاقي هناك ملف قضيه جوميز ابو ويلز داي، فبيخليه معاه وهتعرف ليه دلوقتي. عامه بعد شويه بيلاقي الايد سينج داخله عليه، وطبعا بتكون ويلز داي هي اللي بعتها، وبيكون مكتوب عليها رقم يقدر بيه تايلر يتواصل مع ويلز داي. فعلا بيكلمها فيديو وبتقول ويلز داي وقتها انا ههرب اخر الاسبوع في مهرجان الحجاج اللي هيتعمل هنا قريب في المدينه، وبتساله يعني يا ريت يساعدها على الهروب. فبيوافق برضو عادي جدا ما هو خلاص بقوا اصحاب. وبس يا سيدي بتعدي الايام وبيجي يوم المهرجان، وبتتقابل ويلز داي مع تايلر، فبيديها وقتها ملف قضيه ابوها عشان تقراه وتعرف كمان ابوها عمل ايه بالظبط. بعد كده بيبداوا يهربوا، لكن المشكله ان في طريق هروبهم بتخبط ويلز داي في روان، وهوب بتشوف رؤيه غريبه للكتاب الغريب اللي كان مع روان، وبتشوف كمان ان روان هيموت. فبتحاول تحذره لكنه بسرعه بيسيبها وبيجري لبعيد، فبتجري وراه لحد ما بتقدر اخيرا توقفه. وقتها بيستخدم روان قوته الكبيره وعن بعد بيقدر يتحكم فيها وبيعلقها في الهواء، ويعرفها كمان انه هيقتلها. بعدها بيطلع لها الورقه اللي قطعها من الكتاب وبيوريها لها، وبتكون عباره عن رسمه لويلز داي، وبيعرفها ان الرسمه دي رسمته امه من 25 سنه واللي كانت عرافه قويه جدا. وقبل ما تموت عرفت روان ابنها ان البنت اللي في الرسمه دي واللي هي ويلز داي هتيجي في يوم من الايام للمدرسه بتاعت نيفرمور، ولما تيجي لازم يقتلها لانها وقتها هتكون السبب في دمار المدرسه والعالم كله. وبالتالي تايلر يا صديقي بيكون خلاص هيقتلها فعلا، لكن في الوقت ده بيوصل كائن غريب وبيقتل روان بنفس الطريقه اللي شافتها ويلز داي في رؤيا. بعد ما بيقتل روان بيمشي من غير ما يأذي ويلز داي. وقتها بنعرف بقى يا صديقي ان الكائن ده هو اللي كان بيقتل الناس في الغابه لو تفتكر من شويه، وهنعرف عنه اكتر قدام. المهم ويلز داي بتاخد الرسمه بتاعت روان دي وبترجع للمدرسه من تاني، ويا دار ما دخلك شر. بتفضل قاعده هناك تبص في الرسمه كتير وكمان في ملف قضيه ابوها، وتقرر انها خلاص مش هتهرب من المدرسه عشان تفهم كل حاجه بتحصل هنا. بعد شويه بقى كل اللي حصل مع روان ده بيتعرف، وبيخرج جالبن مع قوه كبيره وبيدوروا على جثته لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه.
فبيروح جالب المدرسة وبيقابل ويمز وينزداي. وقتها بتسأله وينزداي ان كان ليه الجثة، وهي طبعا بتقوله كده لان هي طلعت هي اللي كانت مبلغة اصلا. عامة جالب بيقولها ما لقيتش اي جثة خالص، وبيسألها عملت ايه بعد ما الكائن الغريب ده قتل اصلا روان في الغابة. فبتعرفه انها رجعت للمهرجان عادي جدا وقابلت هناك بيانكا وطلبت منها تبلغ الشرطة. بعد كده مش فاكرة اي حاجة غير انها صحيت في اوضتها، وبتطلب وقتها تتكلم مع جالبن لوحدهم، فبتوافق ويمز وبتسيبهم وبتخرج. في اللحظة دي قالت له وينزداي انها شك شوية في المدرسة بانها بتتستر على حاجة معينة، وان هم اصلا اللي محوا اثار الجريمة بما فيها جثة روان. لكن قبل ما يقول جالبن اي حاجة بيخبط الباب وبيكون اخر حد ممكن يتوقعه واللي هو روان، وبيعرفهم انه ما ماتش اصلا. فبتكون وينزداي هتتجنن خالص لانها شافت امبارح بيموت قدام عينيها. طبعا بعد اللي حصل ده بتروح وينزداي للدكتورة فالفري عشان تقيم حالتها وتعرف منها ليه كدبت وقالت روان ميت، لكن وينزداي مش بتقولها اي حاجة وبتمشي. بعدها بتقابل تايلر واللي زي ما تقول كده بدأ يحب وينزداي شوية، ويقولها انا عارف على فكرة ان الكل شايفك مجنون لكن انا مصدق. فبتشكره وبتسأله بيعمل هنا ايه حاليا، فبيعرفها ان عادي عنده جلسة علاج مع فالفري وبيسيبها وبيمشي، وهي طبعا يعني مش بتهتم بأي حاجة فما تمتش اصلا تسأله عنده ايه عشان كده جاي للدكتورة. وبترجع للمدرسة وبتروح للمديرة ويمز وبتسألها على روان، فبتعرفها المديرة انه هيمشي من المدرسة، فمن غير كلام كتير بتسيبها وبتروح للإيد سينج وتطلب منها ان هي تراقب روان وتعرف مكانه لانها عايزة تتكلم معاه ضروري قبل ما يمشي. بعد كده بتروح لبيانكا وبتقولها لما بلغتك قبل كده باللي حصل لروان رحت للشرطة ولا مين؟ فتعرفها بيانكا انها مش بتثق في الشرطة قوي، فعشان كده راحت للمديرة ويمز على طول وقالت لها. فبتفهم وينزداي كده ان ويمز بشكل ما مشتركه في حاجه وليها جد في اللي بيحصل. بعد شويه بقى بترجع سينج تاني وبتعرف وينزداي مكان روان، فبتروح تتكلم معاه وبتساله انت كنت هتقتلني ليه امبارح؟ بيرفض روان يتكلم معاها وبيركب عربيه وبيمشي. بتفضل سينج معاه على فكره ترابه من بعيد لبعيد لحد ما بيوصل لمحطه القطر. في محطه القطر بيدخل روان الحمام، لكن بيخرج منه شخص تاني خالص كبير في السن، بيتوه من سينج ومش بيلاقيه. لكن خلينا نرجع للشخص الغريب ده اللي خرج فجأة مكان روان، لانه بيفضل ماشي في المحطة لحد ما بيروح لمكان امان وبيحول نفسه مرة تانية، وبيظهر على حياته وبيكون المديرة ويمز، واللي بنعرف كده انها بتقدر تغير شكلها واكيد بتعمل حاجة معينة ومهمة عشان كده غيرت شكلها لروان، فالكل يفتكر ان روان ما ماتش، واكيد هنعرف حكايتها ايه بالظبط قدام. لكن في المجمل يعني بترجع سنجل وينزداي وبتعرفها ان روان للأسف تاه منها في محطة القطر. بتتخانق وينزداي معاها، بعد كده بتسيبها وبتروح لحصة عن الأزهار والنباتات بتعملها المدرسة. بتفضل تجاوب هي وبيانكا كتير جدا، وزي ما تقول كده بيبان شوية انهم بدأوا يتحدوا بعض في كل حاجة حتى الأسئلة وكمان كارهين بعض. مهم بعد الحصة بتروح وينزداي لإينيد زميلتها في الأوضة وبتطلب منها ان هي تحضر مكانها في النشاط المدرسي عشان تقدر هي تزوغ وتخرج بره المدرسة. فبتوافق إينيد وبتروح مكانها. بتخرج وينزداي وبتروح على الغابة لأنها بتكون عايزة تلاقي أي حاجة تثبت ان روان مات. بتروح للغابة وقبل ما تدور بتلاقي حد بيمسكها وبيحط ايده على بقها، وبيكون الحد ده هو تايلر، وبيكون عمل كده اصلا لان ابوه في اللحظة دي كان بيعدي مع كلبه فما كانش عاوزة تتقفل. بعد ما عدى الاب مع كلبه خلاص عرفه تايلر ان ابوه جالبن شاكك جدا ان في حاجة غلط عشان كده كان بيبحث في الغابة، فبتعرفه ان هي كمان هنا لنفس السبب. بيبدأوا يدوروا في الغابة كتير لحد ما بتلاقي وينزداي نضارة روان، تعرف كده ان اللي حصل فعلا كان حقيقي مش تخيلات، فبتروح تاخد النضاره وهوب كالعاده فجاه بتشوف رؤيه خاصه بروان، وبتشوف ان هو اللي كان بيحرك الحجر عن بعد عشان يقتلها، وبتشوف كمان خناقه كده لروان وكزافير لانهم كانوا زمايل في نفس الاوضه. كمان بتشوف روان وهو بياخد الكتاب اللي قطع منه الصوره اللي معاه حاليا، وبيكون الكتاب مكتوب عليه جمعيه نايت شايد، ودول جماعه قديمه كده في المدرسه ولكن اتفكت من مده. ومن هي تاخد النضاره وبتمشي وبتروح للمدرسه، وبتفضل تدور في المكتبه هنا وهناك عن نفس الكتاب ده لكنها مش بتلاقيه نهائيا. فبتقرر تروح لاوضه اكزافير وروان وتدور هناك يمكن تلاقي اي حاجه. فعلا بتغفل اكزافير وبتدخل وبتفضل تدور هنا وهناك ومش بتلاقي غير قناع بس كان تحت سرير روان، فبتاخده وهي متعرفش برضه ده بتاع ايه. المهم ان وهي تحت السرير بيخرج اكزافير فجاه فبتستخبى، وقتها في نفس الوقت بتيجي بيانكا لاكزافير وبيفضلوا يتكلموا شويه. نعرف من كلامهم انهم كانوا مرتبطين زمان لكن اكزافير سابها من مده لانه حس انها بتستغله وبتضحك عليه. المهم ان كمان من كلامهم بنعرف ان اكزافير حاليا بيحب وينزداي، وده سبب ان بيانكا بتكره وينزداي جدا. تاني يوم بقى المفروض ان في مسابقه سباحه اسمها كاسبو بتتعمل في المدرسه، ومفروض ان وينزداي هتشارك فيها مع باقي طلاب جناح اوفالي. بتعرف بيانكا اكزافير انها هتكسب بكره وهتذل وينزداي، وتطلب من اكزافير ان هم يعني يرجعوا لبعض لكنه كالعاده بيرفض وبيطردها.
بنرجع تاني لوينزداي في اوضتها، وهناك بتقابل اينيد وبتعرف اينيد انها هتستخدم الايد سينج وهيعملوا خطه ذكيه جدا وهيكسبوا بيانكا والكل. في تاني يوم بتبدا المسابقه وبيخرجوا اربع قوارب، المفروض من ضمنهم قارب فريق بيانكا وقارب فريق وينزداي، وبيكون دورهم هو انهم يعدوا بالقوارب البحيره ويروحوا لمكان معين وياخدوا من هناك علم ويرجعوا، والكسبانين طبعا هو اول ناس هيوصلوا لهناك. لكن وسط السباق ده بينزل واحد من جنس الحريات تبع بيانكا وفريقها وبيغرق قارب كان في السباق معه، بعدها بيجي يغرق القارب بتاع وينزداي، لكنها بتكون مجهزه لهم فجاه هي وسينج وبيطلعوا شبكه من القارب وبيكسبوا فيها. بعدها بتكمل وينزداي المسابقه لغايه ما بيوصلوا لمكان الاعلام، فبتجري وينزداي عشان تجيب العلم، لكنها اول ما بتمسكه هوب بيغمى عليها تاني وبتبدا تشوف رؤيه غريبه تاني، بتشوف فيها بنت بتجيلها وبتقول لها انت المفتاح، وهوب بتفوق وبتاخد العلم وبترجع مره تاني للقارب وبيبداوا يمشوا. والعلم يعني في حالين متبقيين في المسابقه بس هم قارب بيانكا وينزداي. في الوقت ده بقى الشخص اللي ماسكاه وينزداي بيقدر يخرج من الشبكه وبيكون هيغرق القارب، لكن سينج الايد بتنزله وبتقدر تضربه وبتبعده بعيد خالص، وفي نفس الوقت بتقدر وينزداي تغرق قارب بيانكا خالص وبتفوز اخيرا في السباق، وبتكون بيانكا طبعا هتموت من الغيظ. بعد كده بتيجي ويمز وبتكرم وينزداي وفريقها، لكن وينزداي ملهاش في الاحتفالات والجو ده جدا، فبتخرج من الاحتفال وبتقعد عند التمثال في المدرسه اسمه ادجر الين وده مؤسس المدرسه اصلا. المهم ان التمثال ده بيكون فيه ادجر ماسك كتاب وعلى ايده التانية طائر، فبتركز وينزداي شوية في الكتاب وبتلاقي عليه رسمة وبتحس انها شافتها قبل كده، فبترجع لأوضتها وبتمسك الرسمة اللي خدتها من روان، فبتلاقي عليها نفس الرسمة اللي شافتها في كتاب ادجر، لكن الرسمة بتكون خفيفة شوية ومحتاجة ايه انك تركز في الورقة زيادة عن اللزوم عشان تشوفها، فبتحس وينزداي كده انها فهمت حاجة وبتروح لتمثال ادجر وبتبص في الكتاب اللي معاه، فبتلاقي فيه زي كده الغاز غريبه، فبتبدا تحل الالغاز دي لحد ما بتكتشف ان ادجر طالب من اللي يحل اللغز ده يطرقع بصوابعه، فعلا بتطرقع بصوابعها، فهوب بيتحرك تمثال ادجر وبيتفتح باب، فبتنزل وقتها وينزداي من الباب وبتلاقي نفسها جوه مكتبه سريه في المدرسه، فبتبدا تهوى في المكتبه لحد ما بتلاقي الكتاب اللي اصلا روان قاطع منه الصوره اللي معاها حاليا، فبتاخده وبتكون لسه هتخرج من المكتبه بيجي فجاه حد وبيخطفها. بعد شوية لما بتفوق وبيشيلوا الغمام من على عينيها بتكون مربوطة وقدامها كام واحد لابسين زي بعض ولابسين أقنعة زي القناع اللي لقيته عند روان قبل كده، ومنهم لما بيشيلوا الأقنعة بيطلعوا بيانكا وإكزافير وكام طالب تاني من المدرسة، نعرف إن هم دول أعضاء نايت شايد الجداد بعد طبعا فكها زمان، لكن لأنها اتفكت قبل كده فهم حاليا موجودين يدوبك في السر. بتسألهم ونزداي عن سبب فك الجماعة أصلا من البداية، فبيعرفوها إن السبب هو موت طالب زمان في الجماعة. عامة بيسألوها جت هنا ليه وجت ازاي، فبتعرفهم انها يا دوبك عرفت تحل اللغز بتاع ادجر فدخلت، وبتعرفهم كمان انها جت بسبب روان، بعدها بتوريهم الصورة اللي معاها فمحدش بيهتم اصلا، بيعرفوها على فكرة ان روان كان معاهم في الجماعة لكنهم طردوه السنة اللي فاتت. بعد كده بيعرض عليها اكزافير تنضم ليهم لكنها بترفض وبتسيبهم وبتمشي، بعد طبعا ما بتوعدهم انها مش هتجيب سيرة الجماعة دي لحد، لان المفروض ان الجماعة سرية عن الكل ما عدا ويمز واللي اصلا بيدوها فلوس كرشوة يعني عشان تسيبهم. المهم بتروح لاوضتها وبتطلع الصوره اللي معاها وبتفضل تدور في الكتاب كتير جدا لحد ما بتوصل للصفحه اللي الصوره مقطوعه منها، بتكتشف هنا ان الرسمه دي هي جزء من رسمه اكبر، فبتحط الاثنين جنب بعض وبتكمل الصوره وبتلاقي نفسها واقفه وجنبها واحد من الحجاج، والحجاج دول يا صديقي هم جماعه قديمه كده في مدينه جيريكو، المدينه اللي زي ما قلت لك هي المدينه اللي فيها المدرسه. في المجمل يعني وينزداي مش بتكون فاهمه اي حاجه خالص، وزي واحد من الحجاج هيكونوا هو وهي السبب في دمار المدينه والعالم كله، لكنها مش بتهتم وبتروح لاجتماع عاملاه ويمز مع الطلاب، بتعرف فيه ويمز الطلاب ان النهارده هيخرجوا كلهم لمدينه جيريكو ويتفسحوا وكده في اماكن مختلفه كتير، وفعلا بتاخدهم وبيوصلوا للمدينه. وقتها بتروح وينزداي لاكزافير وبتساله عن الكتاب ده اللي فيه الرسم، بيعرفها اكزافير ان الكتاب ده ما شافوش غير بس مع روان، وهو عباره عن مذكرات جماعه نايت شايد من 30 سنه، لكن لما اكزافير شافه معاه اتخانق معاه كتير جدا انه كان فاكر ان روان سرقه بعد ما طلب من الجماعه. بتوري له وينزداي الرسمه فبيستغرب جدا وبيقولها انت بتعملي ايه في الرسمه مع جوزيف، والرسمه دي ازاي اصلا من الثلاثينات وهم ما كانوش يعرفوك اصلا. بتقول له هو مين جوزيف ده، بيعرفها انه الاب الروحي للحجاج ومؤسس كمان مدينه جيريكو كلها. طبعا بتستغرب وبتساله عن روان وايه دخله بالكلام ده، فبيعرفها انه ما يعرفش حاجه عن روان من وقت ما مشى المدرسه، بيعرفها كمان انه حاول يكلمه كتير لكنه ما ردش على رسائله. فبس كده وينزداي بتتاكد اكتر ان روان فعلا مات. مثلا بعد كده بقى بيبداوا الطلاب ينتشروا في مدينه جيريكو، وكل شويه بيروحوا المكان مختلف يشتغلوا مع الناس اللي فيه ويساعدوهم وهكذا،
ودي يعني ايه؟ بتكون يعني نوع من انواع الفعاليات عشان يحببوا اهل المدينة او الحجاج بمعنى اصح في طلاب مدرسة نيفرمور. مهم ان في الوقت ده بتروح وينزداي لمكان اسمه عالم الحجاج، ومفروض ان المكان ده كان اول مستعمرة لجوزيف زعيم الحجاج في المدينة هنا، ومن بعدها استولى على المدينة كلها وبقت اسمها جيريكو. وقتها طلعت وينزداي في الخباسة لقاعة اجتماعات جوزيف واللي برضو موجودة في نفس المكان، وهناك بتلاقي لوحة مرسومة لجوزيف مع كام واحد من الحجاج. بس الغريب هنا ان في نفس اللوحة دي بتكون مرسومة البنت اللي شافتها قبل كده في ذكرياتها لما كانت في المسابقة لو تفتكر. عامة يعني بتلاقي برضو ان البنت دي في الصورة معاها كتاب، فبتلف وراها بتلاقي الكتاب ده برضو معروض في المكان، فبتفتحه تشوفه لكنها بتلاقيه فاضي، فبتعرف كده انه مزيف. في الوقت ده بتدخل عليها إيلين ودي واحدة من المسؤولين وبتزعق لوينزداي جدا لان ممنوع على اي حد يدخل دار الاجتماعات لانها أثرية جدا. بس وينزداي بتعدي الموقف وبعدين بتسأل إيلين ليه الكتاب فاضي. بتعرفها إيلين ان دي مش دار الاجتماعات الحقيقية اصلا، والنسخة الاصلية للكتاب محدش يعرف مكانها من البداية. فبتسيبها وينزداي وهي محتارة جدا وبتروح لتايلر في الكافيه بما انه يعني من سكان المدينة. بتسأله عن دار الاجتماعات الحقيقية بتاعت جوزيف، فبيعرفها مكانها لكنه برضه بيعرفها ان الدار شبه مش موجودة وبقت خرابة، لكنها مش بتهتم برضه وبتروح لهناك. وهما بتوصل وبتمسك باب الدار بتاع الاجتماعات هوب بتنتقل لذكرى قديمة، وقت ما وصل جوزيف وجماعة الحجاج للمدينة واحتلوها في القرن ال17 زمان جدا. بتلاقي وقتها مجموعة من الحجاج وعرسهم جوزيف متجمعين عند بنت صغيرة من أهل المدينة الأصليين، السكان الأصليين بمعنى صح. بتروح وينزداي عندهم وبتلاقي إن البنت دي نفس البنت اللي شافتها في ذكرياتها وفي اللوحة. فجوزيف بيبدا يتكلم معاها وبنفهم من كلامهم ان البنت دي اسمها جودي ادمز، وده لو انت مركز معايا فهتعرف ان ده نفس اسم عيله وينزداي، وبنعرف كمان انها من السكان الاصليين للمدينه. ولكن جوزيف بيتهمها حاليا ان هي واهلها وقبيلتها صحارى وبيحكم عليهم كلهم بالموت حتى الطفله الصغيره. بعد كده بياخد جودي وبيدخلها البيت وبيأمر بعد كده رجالته يحرقوا البيت ده. الفكره هنا ان وينزداي دخلت البيت ده بعد كده فلقيت جودي قدرت تفك نفسها وراحت لامها، فقالت لها امها وهي كلها حسره اهربي لانك مش هتقدري تنقذينا. فتودعها جودي وهي زعلانه وبتهرب من باب سري. بتروح وينزداي وراها وبتلاقي نفسها فجاه في الشارع. في الوقت ده بشكل او باخر بتقدر جودي تشوف وينزداي مع ان المفروض ان دي اوهام او ذكريات مش اكتر، بس رغم كده قالت لها هيقتلنا كلنا. وهو بيوصل جوزيف عندهم وبيمسك جودي عشان يقتلها، فهوب بتفوق وينزداي من كل الذكريات دي. هي عارفة كل حاجة وقصة جوزيف زعيم الحجاج مع أهلها وأهل السكان الأصليين للمدينة المنبوذين زيها وزي طلاب نيفرمور، لأن كل السكان اللي كانوا هنا قبل كده زمان كانوا منبوذين. عامة بمجرد ما فاقت من رؤياها دي بتحس بحاجة غريبة حواليها، وفجأة فعلا بيطلع الوحش فبتفضل تجري ورا، لكنها مش بتلحقه. بتبص على آثار الأقدام بتاعته وبتتتبعها، فبتلاحظ حاجة غريبة وهي إن آثار الأقدام دي اتحولت من آثار الوحش لآثار شخص عادي. فطبعا بتفهم ان الوحش ده في الاساس هو انسان وبيقدر يتحول. لكن تعرف الغريب فعلا هو انها بتلف فبتلاقي اكزافير عندها، فبتستغرب وتساله هو انت جيت هنا ليه؟ فبيعرفها انه كان في الكافيه وقت ما سالت تايلر على مكان دار الاجتماعات فجاي وراها عشان خاطر يحميها، وبيسالها انت بقى اللي بتعملي هنا ايه؟ فبتعرفه انها كانت بتتبع اثار الوحش لكنها فجاه اتحولت لاثار بشريه. فطبعا بيقول لها وريني كده، فبتيجي توريه بتلاقي الاثار اختفت بسبب طبعا الامطار اللي كانت شغاله. فطبعا بيتريق اكزافير عليها شويه وبيسالها كانت جايه ليه دار الاجتماعات، بتعرفه كل حاجه وانها بتقدر تشوف رؤى غريبه، وبالتالي هي جات هنا النهارده عشان تشوف اي رؤى تفيدها وكده. وفعلا شافت رؤية غريبه لجوزيف من 400 سنه وهو بيجمع كل المنبوذين من اهل المدينه الاصليين في دار الاجتماعات وبيقتلهم. طبعا اكزافير بيتصدم شويه من كلامها لكنه في المجمل بياخدها وبيرجعوا لمدينه جيريكو، لان هناك بيكون في حفله حاليا في ختام اليوم، وبتكون الحفلة دي بمناسبة افتتاح نافورة جديدة لتمثال جوزيف. بتروح وينزداي للحفلة وبتكون مع الفرقة الموسيقية اللي بتعزف حاليا، لكن بعيدا عن وينزداي بنشوف ان الايتسنج بتبدأ تمشي في المكان لحد ما بتوصل لمكان معين وبتولع صاروخ بيطير وبيقع فجأة في النافورة فبتولع. ويعني اكيد مش محتاج اقول لك ان وينزداي اكيد هي اللي عملت كده. طبعا بتنتشر الفوضى في المكان وبيفضلوا الكل يجروا في كل مكان ما عدا وينزداي، واللي بتفضل قاعده تعزف وهي فرحانه جدا انها انتصرت على جوزيف حتى لو مجرد بس انها دمرت له تمثال. عامه بعد ما الليله بتخلص وبيرجعوا للمدرسه بتستدعي ويمز وينزداي عندها في المكتب، وبتفضل تتهمها ان هي اللي عملت كل ده، وده لانها طبعا كانت قاعده بتعزف ومش خايفه ولا على بالها اصلا. طبعا وينزداي هي اللي عملت كده فعلا لكنها بتنكر. بعد كده بتسأل ويمز ليه بيعملوا يوم مساعدة أصلا وبيساعدوا الحجاج اللي احتلوا المكان وقتلوا كل أسلافهم، لكن ويمز بتقول لها ده كان في الماضي وخلاص يعني خلص.
وبتحذر وينزداي ان هي تعمل حاجة تاني وبتعرفها انها بتراقبها دايما، فبتسيبها وينزداي وبتمشي من سكان. على الناحية التانية بنشوف في دار الاجتماعات المهجورة دي راجل حرامي كده ومعاه كاميرا سارقها وبيقعد يجربها، لكنه فجأة بيلاقي الوحش داخل عليه وبيقتله، بس في نفس الوقت الكاميرا بتفضل تصوره. بس تعرف ايه بقى الغريب اكتر؟ ان بعد شوية بنشوف اكزافير خارج من المخزن بتاعه في الغابة وبنشوف على رقبته علامات خربشة، فبنبدأ نشك كده ان اكزافير هو الوحش، وطبعا هنتأكد اكتر قدام. على المهم بيوصل جالب مع الشرطة للمكان وبيلاقوا الجثة وبيفضلوا يدوروا هنا وهناك لحد ما بيلاقوا الكاميرا، فبيحمدوا الصور اللي خدتها وبيكون الوحش طبعا ظاهر بشكل ما في الصور. فبيبدأ كده جالب يتأكد ان في حاجة غلط وفعلا في وحش غريب بيقتل الناس في المدينة. بنرجع مرة تاني لوينزداي وبتروح هي وسنجل مركز الطب الشرعي وبتسللوا هناك للمركز. بعدين بتبدأ وينزداي تدور في الجثث على جثة الحرامي اللي لسه ميت من شوية من الوحش عشان تفحصها وكده، اما سنج فبيصور كل الفحوصات بتاع ضحايا الوحوش. لكن غريب هنا بقى ان وينزداي بتلاقي جثة الحرامي ومع فحصها شوية بتكتشف ان رجل الحرامي مقطوعة، فبتبدأ تدور عليها في المكان لكنها بتلاقي حد داخل عليهم، فبسرعة بتستخبى هي وسنج. الحد ده هو الطبيب الشرعي واللي بيدخلوا معاه المأمور جلب. بعدها الطبيب بيوري جالبن رجل الحرامي لانه محتفظ بيها في محله، اما تم بيعرفه كمان ان رجل الحرامي كان مقطوع من اصبعه وما يعرفش ليه. بيقول له جالبن ما تقولش لحد عن الموضوع ده وانا هبحث فيه، وبيسيبه وبيمشي. بعد كده بيمشي الطبيب وبيجي سنج تاني وبيخرج وينزداي لانها بتكون مستخبيه في تلاجه الميتين. بعد شويه بيرجعوا على المدرسه، وفي المدرسه بيقعدوا وينزداي وإينيد وسنج وبيفضلوا يراجعوا الملفات اللي سرقوها من هناك. فبتكتشف وينزداي ان كل ضحايا الوحوش بياخد دايما الوحش جزء منه، مره صباع مره المراره وهكذا وهكذا، لكنها مش بتفهم اي حاجه فبتعدي الموقف. وتاني يوم بتحضر حصه بيكون قاعد جنبها اكزافير فيها، فبتشوف هناك التعوير اللي موجود على رقبته وبتبدا تشك جدا فيه، وبالتالي بتراقبه كتير جدا لحد ما بتلاقيه في مره خارج من نفس المخزن اللي شفناه فيه امبارح. تستغل انه خرج وبتدخل للمخزن، فبتلاقي فيه صور كتير جدا للوحش رسمها اكزافير. طبعا بتبدا تحس ان الوحش هو اكزافير فعلا، فبتاخد كام رسمه وبتمشي. لكن اول ما بتخرج بتلاقي اكزافير في وشها، فبتكذب عليه شويه وبتقول له انا يعني كنت جايه هنا عشان عرفت ان ده مخزنك، وكنت عاوزه ادعوك يعني لحفله الراس عشان تيجي معايا. فطبعا بيوافق اكزافير وهو فرحان وعبيط، فبتسيبه وبتمشي وبتاخد الرسومات بتاعته. بتروح وقتها للمامور جالبن وبتقول له انا وانت متاكدين ان في وحش في المدينه، فتعالى نتحالف ونخلص عليه. بعدها بتطلع له الرسمه اللي لقيتها، فبيقارن الرسمه دي بالصوره اللي معاه فبيلاقيهم متطابقين جدا. بيقول لها انت جبتيها منين؟ فتقول له مش مهم، لكني متاكده ان اللي رسمها هو الوحش نفسه. فعلى اساس ده بيتفقوا سوا، وبيطلب منها جالبن تجيب له دليل ملموس على الفعل نفسه، وساعتها هيروح ياخده ويحقق معاه بنفسه. فبتتفق معاه على كده وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بتروح لواحد صاحبها اسمه يوجين، وده طالب غريب كده في المدرسه كل همه انه يجمع الحشرات وخلاص. ومنها بتروح له وبتعرض قدامه كل الأدلة والرسومات اللي خليتها من عند اكزافير، وبيقعدوا يفكروا شوية مع بعض لأنه يعني إلى حد ما رغم هبله ده إلى أنه ذكي. وفعلا بيلاحظ يوجين إن واحدة من الرسومات دي فيها الوحش خارج من الكهف، ويوجين عارف الكهف ده كويس جدا. بياخدوا نزدية لهناك وبيدخلوا للكهف ده، لكنهم هناك بيلاقوا الكهف مليان عظم غزلان وحيوانات تانية كتير، فبيفهموا إن الكهف ده بتاع الوحش فعلا وبياكل فيه وبيعيش فيه كل حاجة. على العموم بتفضل وينزداي تدور على اي حاجه ممكن تكون دليل على ان اكزافير هو اللي بيعمل كل ده، لحد ما بتلاقي مخلب من مخالب الوحش فبتاخدها معاها، وبتروح بعد كده للمخزن بتاع اكزافير وبتفضل تدور فيه لحد ما بتلاقي قماشه كان ماسح بيها اكزافير دمه، فبتاخدها هي كمان وهنعرف هتعمل بيها ايه هي والمخلب قدام. لكن المهم حاليا ان في الوقت ده بيدخل عليها اكزافير، فطبعا بتكون كل حاجه خلصت فضحت قدامها. فبتواجه اكزافير وبتقول له اكيد انت الوحش، وبتوري له الصوره اللي خدتها من عنده للوحش وهو خارج من الكهف، وبتقول له اكبر دليل على فكره هو انك حاليا خارج من المكان اللي بيستخبى فيه الوحش. لكن اكزافير بيصدمها وبيقول لها كلامك كله غلط، وبيعرفها انه بيحلم بالوحش بقاله مده كبيره وعارف مكانه وكل حاجه تقريبا عنه، وعشان كده كان بيرسم. وعلى طول بمجرد ما بيخلص كلامه بيطرد وينزداي من المكان، لانه طبعا بيكون كده فهم انه لما قفشها اول مره قبل كده كانت جايه يا دوبك تدور على دليل يدينه مش تدعوه للحفله زي ما كان هو فاهم. عامة بنكمل مع وينزداي واللي بتروح تقابل جالبن وبتديله المخلب والقماشه اللي عليها الدم، وتعرف جالبن ان ده مخلب الوحش ودي عينه من دم المشتبه فيه، وتطلب منه حاليا يفحصهم ويشوف الحمض النووي بتاعهم واحد ولا لا، وقتها لو طلع واحد هتعرفه مين المشتبه فيه. فبيوافق على كلامها وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بتروح للمدرسة وبتعمل هناك صاحبها يوجين، وبتعرف يوجين انها النهاردة في الليل هتخرج تراقب كهف الوحش لحد ما تتأكد ان هو المشتبه فيه اللي في دماغها ولا لا،
فبيعرض عليها يوجيني انه يروح معاها وبيتفقوا على كده. لكن في الليل بتلاقي تايلر عندها وبيدعوها كمان انهم يروحوا حفلة الرقص سوا، فبتوافق جدا لان زي ما قلت لك بيحبوا بعض، وبتحركوا على طول على مكان الحفلة وبتنسى كل حاجة. وقتها بتقابل يوجين في طريقها وبتعرفه انها هتأجل شوية المراقبة لبكرة وبتسيبه وبتدخل الحفلة، وهناك بيكونوا الكل موجودين حتى كمان صاحبتها ايند واللي بتكون جاية مع لوكس، وده على فكرة يعني ابن العمدة بتاع المدينة، وفي نفس الوقت هو واحد من الثلاث شباب اللي ضربتهم وينزداي قبل كده في محل تايلر لو تفتكر. المهم ان لوكاس بيجي وبيحاول يفتح صفحة جديدة مع وينزداي لكنها مش بتهتم وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بيجي لها اكزافير واللي جاي الحفلة هنا النهاردة مع بيانكا. عامة اكزافير بيكون متعصب جدا من وينزداي وبيقول لها انت ما لقيتيش غير تايلر وتجيبيه معاكي، وبيعرفها كمان ان تايلر من مدة اتلم عليه هو واصحابه ومن غير اي سبب ضربوه. بتروح وينزداي لتايلر وبتسأله عن الموضوع ده، فبيعرفها انه عمل كده لكنه ما يعرفش عمل كده ليه، وبيعرفها كمان انه ندمان جدا على كل اللي عمله، وسبب كده هو حاليا بيتعالج عند الدكتور فالفري. فزي ما تقول كده يعني ايه بتعدي وينزداي الموضوع عشان بتحس انه غصب عنه، وبتخرج هي وتايلر وبيفضلوا يرقصوا مع الباقي طول اليوم. فتعال نسيبهم ونروح ليوجين واللي ما سمعش كلام وينزداي وراح برضه للكهف وفضل يراقب المكان هناك، لحد ما فجأة بيلاقي ناس وصلوا عند الكهف وبوم فجروا. فطبعا بيخاف وبيفضل يجري في الغابة. اما في الحفلة فبيكون الكل بيرقصوا عادي جدا، وبيخرج لوكاس وبنكتشف انه ما كانش جاي الحفلة غير عشان بس يعمل خدعة جديدة في طلاب نيفر مور. لان برا الحفلة بيقولوا اتنين صحابه وبيحطوا خرطوم كده مكان خرطوم الحريق، بعد كده بيدخلوا الحفلة تاني وبيشغلوا انذار الحريق فبتبدأ المية تنزل، لكنهم طبعا كانوا مغيرين الخرطوم بتاعها، فبدل ما تنزل مية بينزل عليهم دهان احمر زي الدم، وبالتالي بتبوظ الحفلة. لكن المهم حاليا ان وينزداي وسط ده كله بتشوف رؤية ليوجين وهو في حاجة بتهجم عليه في الغابة، فبتقرر حالا تروح له بسرعة. فعلا بتروح له على هناك وبتفضل تدور عليه، وبيكون يوجين في نفس الوقت في الغابة وسامع صوت الوحش وعمال يجري منه، لحد ما هوب بيقع فبيجي له الوحش وبيقتله. بعد كده بتوصل وينزداي عنده وبتلاقي الوحش قتله، فطبعا بتكون مصدومة جدا ومش عارفة تعمل ايه ومش فاهمة اي حاجة خالص. وهنا بتكون نهاية الجزء الاول، وطبعا لسه في اسئلة كتير انا عارف اني ما جاوبتكش عليها، زي مثلا مين الوحش الحقيقي وايه علاقة كل ده بماضي المدينة وازاي وينزداي ممكن تدمر العالم كله، والسؤال الاهم ايه علاقة وينزداي بكل ده. طبعا كل الاسئلة دي هتلاقي اجابتها في ملخص الجزء الجاي. وبس كده، سلام.